اليوم راح نعمل عجينة المارشميلو، بنغطي فيها كافة أنواع الحلويات ومشكل فيها أي شيء بنحبه من الورود من الشخصيات بشكل حلو وراقي ومرتب. مثل ما لكم شايفين استعملت أنا نص الكمية، وراح أكتب لكم المقادير بصندوق الوصف. حطيتهم بصحن مخصص بالمايكروويف، وبعد أقل من دقيقة حتى حسيت إنه اللي يبدأ المارشميلو إنه يدوب معي، صرت أضيف له السكر بالتدريج. أول بالبداية ضفت ربع كوب سكر، طبعا رح تكون جنبي الزبدة نباتية لأنه هي مهمة كتير، السكر والزبدة رح يريحوك كتير ما يعود يلزق معك أبدا، لأنه بالبداية حيلزق كتير معك. فصرت أدهن إيدي، هي زبدة طبعا اللي بستعملها، دهنت إيدي نقطة زبدة وبلشت أرش السكر بالتدريج، ونزلت فيها دعك للعجينة لحتى حسيت إنه ما عادت لزقت معي وصارت عجينة سهلة وبسيطة وملمسة حلو. خلص وقفت هون، شايفين هون حسيت انه لسه عم تلزق، كمان ضفت لها شوية زبدة بإيدي وكمان ضفت سكر حتى صارت معي مثل ما لكم شايفين بهي القوام وما عادت لزقت ابدا. شو طلعت بتجنن عن جد. طبعا لا ريحتها ولا شي، دغري قطعتها. طبعا اللي ما عاد ما بدي استعملهم غطيتهم حاليا بالنايلون مشان ما ينشف معي. هلا هنا مرحلة التلوين، حطي الملون اللي انت بتحبيه. وطبعا احنا كنا عاملين كوكيز وحبينا نزينه على شكل نحلة صغيرة وبسيطة، ولو اخترنا الالوان اللي بتناسبها للنحلة. هون فاتت لونة وحبيت تساعدني بالتشكيل والتزيين، هاي الفقرة كتير بتحبها بنتي وانا بستمتع يعني بوجودها. وهي العجينة بتقدروا كمان تتركوها لمدة طويلة بس غلفوها منيح عشان ما يفت للهواء. مجرد ما تطالعوها بتدهنوا نقطة زبدة نباتي وبترشوا لها نشا بتحبوا سكر، وترجعوا بتعجنوها مرة تانية وبتطلع مع أحلاها سهلة، وبتشكلوا شو ما حبيتوا. إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، حبيت أقدم لكم إياها بطريقة سهلة وبسيطة ما فيها أي تعقيدات، وبيقدر الصغير والكبير يشتغل فيها وطيبة كتير كمان. وخليكم معي لآخر الفيديو شوفوا الكيك عملنا له يالا رضوان بالسنة الماضية وكتير استمتع فيه. طبعا لونة اللي شكل غلفت له اياها بنفس العجينة المارشميلو عن جد كتير انبسط فيه. واذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لي لايك. باي باي.